يا مساء الفل واهلا بيكم في ريفيو جديد من عالم السيارات. انا عمر عبد المقصود وموجود النهارده في تويوتا ايجيبت علشان نتعرف على تويوتا كرولا جي ار 2021، اخر اصدارات العملاق الياباني تويوتا في السوق المصري، واخر فئه نزلت لحد النهارده من تويوتا كرولا طبعا المشهوره عالميا. النهارده هنتعرف على تويوتا كرولا جي ار 2021، لسه نازله من ساعات قليله للسوق المصري. هنتكلم بقى على الاوبشنز وايه التغييرات البسيطه اللي حصلت في الموديل الجديد. خليكم معانا. تويوتا كرولا بتنزل في السوق المصري ب 8 فئات، ودي الفئه التاسعه والاخيره بتاعتهم. طبعا اسعارهم بتتراوح ما بين 295 الف جنيه لحد 460 الف جنيه، لكن العربيه اللي معانا النهارده اللي هي تويوتا كرولا جي ار سعرها 445 الف جنيه. السؤال بقى اللي هنساله النهارده في ريفيو وانتوا اللي هتجاوبوه، يا ترى هل هي قيمه مقابل سعر ولا لا؟ ايه الجديد اللي حصل في العربيه؟ ده اللي احنا هنقوله النهارده. ايه الجديد بره وايه الجديد جوه كمان؟ هل اختلفت اختلاف يستحق السعر ده ولا لا؟ ده اللي بقى اللي انتوا هتجاوبوا عليه النهارده، لكن انا هقول لكم على بقى الاختلافات اللي حصلت. تعالوا نتكلم على مقدمه العربيه. من النظره الاولى على مقدمه العربيه هنلاحظ ان تويوتا حاولت بقدر الامكان تحافظ على الخطوط التصميميه لكرولا اللي اتشهرت بيها، وحاولت كمان محاوله مش وحشه ان هي تعمل اصدار رياضي لتويوتا كرولا، وده واضح جدا في تبديل التريم او تغيير التريمات اللي كانت موجوده هنا، اللي كانت عباره عن كروم بقى كلها باللون الاسود اللي هو بيانو بلاك شويه. هنلاحظ هنا كمان في صدر العربيه وهنا حوالين الفوج لايتس الموجوده، الشبكه الاماميه كمان بقى لونها اسود واخده لمعه كده زي البيانو بلاك، فمديه منظر رياضي اكتر للعربيه. شويه لعب في البادي كيت كده في مقدمه العربيه مخليه منظر العربيه اجريسيف شويه. هنلاحظ كمان منظومه الاضاءه اللي بتيجي بالكامل LED سواء الأمامية أو الخلفية، العربية كلها بتيجي الإضاءة بتاعتها LED من أول الفوج لايت الموجودة هنا، ونطلع فوق كمان الإضاءة النهارية الموجودة، الإضاءة الرئيسية كمان الموجودة، حتى الإشارات كمان الموجودة بتبقى LED. نلاحظ كمان وجود سنسرز أمامية متوزعة على طول الإكسدام الأمامي مع علامة تويوتا كرولا اللي فضلت زي ما هي باللون الرمادي أو اللون الفضي، والخلفية بتاعتها بقى لونها أسود، يعني برضو حركة كده ظريفة. طبعا هنلاحظ الإضاءة النهارية جاية بحرف زي L كده مفتوح، شكلها برضو رياضي. تعالوا بقى نشوف الموتور اخباره ايه. بكل وضوح وبكل اختصار ما حصلش اي تغيير في منظومه الحركه في العربيه، ولا الموتور ولا الفتيس، نفس الموتور ال 1600 سي سي بتاع تويوتا كرولا، ونفس الفتيس السي في تي بتاع تويوتا كرولا برضو هو هو. وبالتالي طبعا طالما ما فيش تغيير في منظومه الحركه، فاكيد الاوتبوت بتاع منظومه الحركه او اللي هيخرج منها اكيد هيبقى هو هو نفسه، 120 حصان و 154 نيوتن متر، ده العزم بتاع العربيه اللي بيظهر عند 5400 لفه. سعه تانك البنزين 50 لتر برضو نفس الحجم، مفيش اي اختلاف. طبعا في تصفيح اسفل الموتور بس كده. انا عارف ان ناس كتير اتضايقت من كلامنا على موتور العربيه وانه ما حصلش فيه اي تغييرات، لكن حصل تغييرات في جنب العربيه، هصالحكم بقى دلوقتي في جنب العربيه ان شاء الله التغييرات اللي حصلت فيه هتعجبكم. خلونا نبتدي بالجنط. الجنط 17 بوصه وسبيشال اديشن خاص بكرولا جي ار، مش هتلاقوه في اي كرولا تانية. بيجي لونين وفي دايره كده بتبقى حوالين علامه تويوتا كرولا اللي موجوده في قلب الجنط او في نص الجنط. طبعا الدايره دي بتيجي بنفس لون العربيه لان لونها احمر عشان العربيه لونها احمر. ده بالنسبه للتغيير الاولاني. التغيير الثاني هنلاحظه في المرايات الجانبيه اللي بتيجي باللون الاسود مهما اختلف لون العربيه. بالمناسبه فيها اشارات LED قابله للطي والتعديل اوتوماتيكيا وكهربائيا من جوه العربيه، طبعا بتفتح وتقفل مع فتح وقفل العربيه. وبالنسبه بقى للفتح والقفل، العربيه كمان فيها كيلس انتري لباب السائق وباب الراكب الامامي. لو جيت هنا كده اهو معايا المفتاح، العربيه بتفتح بالشكل ده طبعا زي ما قلت للسائق والراكب الامامي. ممكن كمان برده نفس الحكايه بقفل الباب كده، فتحت الباب اهوت، ممكن برضو من خلال برضو الكيلس انتري بقفل الباب. لو جينا كمان رجعنا لورا شويه هنلاحظ الازاز اللي بيجي فاميه، الازاز الخلفي الجانبي، الازاز الخلفي كمان بيجي فاميه. لو نزلنا لتحت شويه هنلاحظ خط الكتف، خط الكتف بيجي حاد مدي منظر رياضي للعربيه، بيكمل معانا لحد الرفرف الامامي الجانبي، ومن هنا بيجي اعلى الفانوس الخلفي، فبيبقى برضو منظره ظريف جدا. هنلاحظ الباب بقى بينزل بعد كده بكيرف وبيكمل معانا في حليه هنا من البلاستيك الاسود اللي هو اللون البيانو بلاك، وده مكان الكروم. يعني زي ما اتفقنا كده في بدايه الفيديو ان
ان كل كروم اتغير في العربيه وبقى لونه اسود، والعتب كمان بيجي بنفس لون العربيه وبيجي فابر مش صاج، ودي حاجه برده ظريفه جدا. طبعا الخلوص الارضي بتاع العربيه حوالي 14.5، هو نفس الخلوص الارضي، ما فيش فيه اي اختلاف. تعالوا بقى نشوف ظهر العربيه ايه التغييرات اللي حصلت فيه. ظهر العربيه كمان من الحاجات اللي حصل فيها تغييرات زي ما اتفقنا، واهم تغيير حصل في ظهر العربيه هو السبويلر الخلفي اللي مش هتلاقوه غير في الاديشن ده من تويوتا كرولا اللي هو الجي ار. السبويلر شكله شيك جدا وشكله رياضي جدا، مغير منظر ظهر العربيه بشكل كبير. الحقيقه انا ما كنتش متخيل ان هو ممكن يغير شكل العربيه كده. الازاز الخلفي بيجي الفوانيس الخلفيه بتيجي ال اي دي زي ما اتفقنا بالكامل، منظومه الاضاءه بتيجي ال اي دي، سواء الاضاءه الرئيسيه الريفرس الاشارات حتى الستوب كمان بتيجي ال اي دي، ما فيش فيها اي اختلاف. تحت الفوانيس الخلفيه سواء اليمين او الشمال في التريم اللي كان بيجي او بيجي في الفئات الثانيه من كرولا باللون الكروم، لكن هنا بيجي باللون الاسود زي ما اتفقنا. اي حاجه كروم بتتحول للون اسود في الاديشن بتاع الجي ار. لو نزلنا لتحت كمان هنلاحظ شكل الاصطدام الخلفي اللي اتغير تماما، بقى فيه انحناءات وكسرات كده شكلها شيك جدا، مدي منظر رياضي. هنا نحس في كيرف كده موجود بيديك ايحاء ان في فتحات هوائيه، لكن ده مش حاصل. في سنسرز خلفيه مثبته على طول الاصطدام الخلفي. لو نزلنا لتحت كمان الديفيوزر بيجي بشكل رياضي جدا، الديفيوزر الخلفي فيه تحت منه كمان زعانف هوائيه لي عشان تدي ستابيليتي للعربيه على السرعات العاليه، وايروديناميك منظم شويه، ودي حاجه لطيفه جدا في العربيه. هنا اسم كرولا موجود، والناحيه الثانيه هنلاحظ البادج بتاع جي ار سبورت الموجود هنا، وموجود كمان على الرفرف الامامي اليمين، وبيدي برده طبعا طابع رياضي للعربيه. تحت هنا في الكاميرا الخلفيه المثبته هنا بالظبط في الحته دي، اما الزرار بتاع الشنطه موجود في الحته دي، ودي حاجه ظريفه جدا ان الكاميرا بعيده عن الزرار بتاع الشنطه علشان ما يحصلش تاتش كل شويه للكاميرا واحنا بنفتحها فممكن تبوظ. نلاحظ ان الشنطه بتفتح بشكل عادي خالص، مش كهربائي ولا اوتوماتيكي ولا اي حاجه خالص، اتنين مساعدين موجودين هم اللي بيفتحوا الشنطه. مساحه الشنطه نفس المساحه العاديه 470 لتر، ما حصلش اي اختلاف، ما فيش فيها اي هدر، مسطحه، ما فيش فيها اي بروز او اي حاجه تعيق عمليه التحميل. مساحه التحميل او الليب لودنج الموجوده هنا حوالي شبر اللي هو المسافه ما بين الاصطدام الخلفي وارضيه الشنطه. في الدور الثاني اللي تحت موجود فيه الاستبن بتاع العربيه، بيجي بنفس مقاس وشكل الجنط العادي، ومعانا طبعا العده بتاعتنا اللي هو المفك والكريك وشويه مفكات بقى كمان زياده كده، يعني اللي هو مفك 14 والحاجات دي. فهو العربيه فيها العده بتاعتها، ودي حاجه برده لطيفه جدا. تعالوا بقى ندخل جوه العربيه وتحديدا في الكنبه الخلفيه نشوف اخبار الانتيرير بتاع العربيه ايه. واول حاجه هنلاحظها هو مساحات الدخول. مساحات الدخول ضيقه للاسف الى حد ما، لو حد طويل زي حالتي وهو داخل او هو خارج هيضطر يخبط او لازم يوطي علشان يعرف يتحرك او هو نازل او هو خارج. الماتيريال المستخدم بشكل عام جوه العربيه ميكس ما بين البلاستيك والجلد والقماش، والقماش الحقيقه قماش ماتيريال بتاعته قويه جدا وشكله رياضي جدا. الخياطه اللي عليهم كمان سواء الجلد او القماش بتيجي خياطه برده شكلها شيك قوي وشكلها مصروف عليها، يعني مش اي كلام الحقيقه. ظهر الكرسي بتاع الراكب الامامي والسائق بيجي من الجلد، ظهر الكنب وظهر الكراسي بيجي ميكس برضو ما بين الجلد والقماش، ظهر الكراسي من قدام وظهر الكنب هنا كمان بيجي ميكس ما بين الجلد والقماش. الاعدادات كمان بتاعه الكراسي والاعدادات بتاعه الكنبه الخلفيه بتيجي ميكس برضو ما بين الجلد والقماش. هنلاحظ فتحات تكييف خلفيه موجوده هنا، دي برضو حاجه لطيفه. نفق الفتيس مش مرتفع قوي وموجود بس مش مرتفع قوي، ودي برضو حاجه لطيفه بتدي مساحه للراكب اللي هيركب في المنتصف هنا ان هو يبقى حاطط رجليه عليه، ودي حاجه كويسه. ارتفاع الكرسي عن الارض ممكن طبعا قابل للضبط من قدام عادي، بيبقى الضبط بتاعه مانوال بالايد. المساحه كويسه، حتى الليج روم كمان كويسه، واللي بيساعد في ده كمان هو تصميم الكرسي الرياضي مخلي الليج روم كمان واسعه، يعني التصميم نفسه جوه الانتيريور مخلي المساحات مستغله بشكل لطيف. ماتيريال الابواب بتبقى من البلاستيك، والجزء ده بيجي من القماش، الحته دي بتيجي قماش، كل ده بلاستيك، وهنا بلاستيك وهنا بلاستيك، كل ده بلاستيك. نلاحظ كمان وجود امبيانت موجود هنا، ودي حاجه برضو اضافه لطيفه جدا في الجي ار. هنلاحظ كمان وجود مسند ايد خلفي موجود هنا وبيجي من الجلد، وفي اتنين كاب هولدر، لكن السلبيه برضو صغيره كده فيه، وان هو مش بيثبت على مستوى افقي ثابت، هو بينزل لتحت شويه، بينزل كمان لحد ما يلمس الكنبه من تحت، فدي حاجه يعني مش ما عجبتنيش قوي الحقيقه. بس غير كده طبعا في اماكن تثبيت مقاعد الاطفال اللي هي الايزوفاكس، وهنتكلم طبعا لما نطلع قدام حالا على عوامل السلامه والامان الموجوده في العربيه والتجهيزات عوامل الترفيه في العربيه. تعالوا نطلع قدام. وصلنا للكونسول الامامي لكرولا جي ار، ودي جزئيه مهمه جدا في العربيه، لان الصراحه
اول حاجه لفتت نظري هو الماتيريال المستخدم. هنا في سوفت ماتيريال ودي حاجه لطيفه جدا. هنا امام الراكب الامامي في الجلد وتطعيمات الجلد موجوده كمان تحت هنا في الكونسول الوسطي مع البلاستيك، وكمان عصايه الفتيس بتيجي من الجلد فيها خياطه حمراء شكلها سبورتي جدا. عجله القياده كمان بتيجي من الجلد وبيجي فيها الخياطه الحمراء دي برده شكلها شيك جدا ومدي منظر رياضي للعربيه. بالنسبه لي شاشه العدادات بتيجي فيها شاشه صغيره كده في المنتصف بتيجي ديجيتال، اما على اليمين وعلى الشمال عداد الار بي ام بيجي انالوج، والتانك بتاع البنزين او مؤشر البنزين بيجي انالوج مع مؤشر الحراره كمان بيجي انالوج. فيعني الشاشه مش كلها او شاشه العدادات مش كلها ديجيتال، فيها اجزاء انالوج. في كمان حاليات من الكروم موجوده هنا حوالين شاشه العدادات حوالين فتحات التكييف. التكييف بيجي بالمناسبه دول زون، شكله شيك جدا، الالوان بتاعته متماشيه مع لون الامبيانت لايت الموجود في العربيه. بالمناسبه الامبيانت لايت مش قابل للتغيير، هو لون واحد اللي موجود في العربيه. لو نزلنا لتحت شويه هنلاحظ زرارين هنا موجودين، دول سخانات الكراسي. الكراسي فيها سخانات طبعا تصميمها رياضي جدا زي ما احنا شايفين كده. السخانات للراكب الامامي، كرسي الراكب الامامي وكرسي السائق. هنلاحظ كمان وجود وايرلس شارجر، ودي حاجه جديده على تويوتا كرولا بشكل عام، وايرلس شارجر موجود هنا. هنلاحظ كمان فتحه يو اس بي مستخبيه في الحته دي هنا، ما اعرفش ليه حطيناها هنا، بس يعني هو في فتحه يو اس بي موجوده هنا. هنا حوالين الفتيس الماتيريال المستخدم هو البيانو بلاك، مدي منظر فانسي للعربيه. نلاحظ زرار السبورت مود لو دوست عليه بس كل اللي بيعمله ان هو بيغير اللون بتاع العداد، اما غير كده ما بيحصلش. ده بيدي اداء سبورت للعربيه. وزرار تاني جنبه للاستابيليتي كنترول، وموضوع الاستابيليتي كنترول ده هياخدنا ناحيه عوامل السلامه والامان الموجوده في العربيه. 6 اير باج موجودين، 2 امامي و2 جانبي و2 ستائري، دول 6 اير باج. انظمه الفرامل المستخدمه في العربيه هنا هو الاستابيليتي كنترول الاي بي اس والاي بي دي، انظمه الفرامل العاديه الطبيعيه. في اضافه كمان موجوده في العربيه هنا وهو التاير بريشر مونيتورنج او نظام مراقبه ضغط الاطارات، ودي حاجه كويسه. بالنسبة للدركسيون بيجي مالتي فانكشن هنا الكروس كنترول، وهنا وحدة التحكم في الشاشة الوسطية اللي بتيجي 10 بوصة تاتش سكرين بتدعم الابل كار بلاي والاندرويد اوتو. اما المراية دي فبتيجي اوتو دام قابله للتعتيم ذاتيا، ودي حاجه لطيفه جدا في المرايه، لكن ما بيجيش فريمليس. طبعا في اضاءه موجوده هنا، والتكييف بيجي دول زون اوتوماتيك، ودي حاجه برضو لطيفه. في فتحات خلفيه موجوده هنا اتكلمنا عليها لما كنا ورا. لكن من ضمن الحاجات الغريبه اللي لقيتها انه فرامل الايد عاديه مش كهربائيه، دي كانت برضو حاجه غريبه جدا يعني استغربتها مع الصرف ده كله. يا جماعه طب ما تخلوا دي يعني كهرباء، ما اعرفش ليه كده. في طبعا اتنين كاب هولدر موجودين هنا وفي جواهم الامبيانت لايت. مسند الايد الامامي بيجي من القماش مش من الجلد، دي برضو سلبيه تانية لان المنطقه دي بتتعرض للوساخه بشكل كتير وبتبقى مش نظيفه، فيعني تنظيفها كقماش بيبقى اصعب من تنظيفها كجلد. لو فتحناها في مساحه تخزين اسفل المنطقه او اسفل مسند الايد، وفي جواها مدخل 12 فولت. ما اعرفش ليه مدخل 12 فولت جوه مسند الايد، يعني المفروض يو اس بي ماشي، لكن 12 فولت كانت غريبه شويه بالنسبه لي. لو جينا كده في المنطقه هنا هنلاحظ الكنترول بتاع الازاز، والازاز بالمناسبه بينزل ويطلع من دوسه واحده اوتوماتيك بالشكل ده، ما بحتاجش ان انا افضل دايس عليه، سواء الازاز بتاع الراكب الامامي او السائق او الازاز بتاع الابواب كلها. هنلاحظ كمان وحده التحكم في المرايات القابله للضي والضم والتعديل كهربائيا واوتوماتيكيا. بالنسبه لعجله القياده فهي طبعا قابله للتحرك بالشكل ده قدام وورا وفوق وتحت. وطبعا الاضاءه في العربيه او منظومه الاضاءه بتيجي ال اي دي زي ما اتفقنا، وبتيجي اوتو كمان، ده غير حساسات الاضاءه وحساسات المطر الموجوده في العربيه. الماتيريال المستخدم في الكراسي هو القماش، وقماش رياضي جدا، وفي طبعا تطعيمات هنا من الكروم شكلها ظريف جدا بيدي منظر رياضي قوي للكرسي. طبعا الكرسي بتاع الراكب الامامي التعديل بتاعه بيجي مانوال، اما تعديل الكرسي بتاع السائق في جزئيه واحده بس هو القطنيه هو اللي بيجي كهرباء، لكن ارتفاع وانخفاض ويطلع لقدام او يرجع ورا او الظهر كل ده بيجي مانوال، مفيش اي مشكله ما عدا بس جزئيه زي ما قلت القطنيه هي اللي بتيجي كهربائيه في كرسي الراكب في كرسي السائق. اما كرسي الراكب الامامي فكله على بعضه كده بيجي مانوال، مفيش فيه اي حاجه كهرباء بس كده. بكده نكون وصلنا لنهاية الريفيو بتاعنا لتويوتا كرولا جي ار 2021. بشكركم جدا على متابعتكم، بتمنى ان الريفيو ده يكون جاوب على كل تساؤلاتكم اللي حابين تعرفوها عن العربية. بشوفكم على خير وريفيو جديد وعربية جديدة، مع السلامة.